مفيش شك ان الدوله المصريه اشتغلت في خطتها التنمويه على فكره المشروعات القوميه، واللي بتعمل حقيقي نقله كبيره جدا في الخدمات، في معدلات التشغيل، في العوائد كمان التنمويه والاقتصاديه. بس الاهم هو انه المشروعات دي مش موجوده بس في القاهره او في الاقاليم الكبرى، بالعكس كمان كان في اهتمام كبير جدا ان هذه المشروعات تكون موجوده في كل المحافظات، وده عشان الخدمات وعوائد التنمية يستفيد منها كل مواطن مصري موجود على أرض مصر. أعتقد أنك مثلا ممكن تلاقي مشروع عملاق زي مجمع مصانع الرمال السوداء، ده موجود في كفر الشيخ. المشروع ده بيحقق قيمة مضافة للمعادن المستخلصة من الرمال السوداء في البرولوس، وطبعا بيفتح باب رزق للشباب هناك من خلال آلاف فرص العمل اللي بيوفرها المشروع، غير أنه طبعا بيساعد على مضاعفة الاستثمارات في المحافظة. لو كنا مثلا قلنا حاجة تانية، مشروع الفيروز للاستزراع السمكي في بورسعيد بيوفر طاقة إنتاجية أكتر من 13 ألف طن سنويا من الأسماك. وطبعا مش هننسى مدينة سايلو فودز للصناعات الغذائية اللي موجودة في مدينة السادات في المنوفية. عندنا بقى كمان مجمع الصناعات في غرب جرجة، عندنا مشاريع مختلفة في أماكن مختلفة. بكل تأكيد ده بيؤكد أن فعلا كل المشروعات القومية موجودة في كل المحافظات. لو عملنا حصر هنلاقي أنه ما فيش محافظة ملهاش نصيب من هذه المشروعات القومية، سواء بقى في مجال الصناعة أو الإنتاج الحيواني أو السمكي أو الإنتاج الزراعي. ضيف على ده كمان مشروع زي تبطين الترع، وده الحقيقي موجود في غالبية المحافظات، بيمثل أحد أركان خطة الدولة الطموحة لتعظيم الاستفادة من المياه، توفير الاحتياجات المطلوبة لكل القطاعات بشكل عام، وطبعا للقطاع الزراعي بشكل خاص كمان. ده بيساعد المزارعين في توصيل المياه إلى نهايات الترع بشكل مستمر. أعتقد لما نيجي نتكلم عن مشروعات ولما نيجي نتكلم عن حاجة مختلفة مش هننسى أبداً المبادرة الأهم حياة كريمة، مبادرة في الأساس قائمة على تنفيذ مشروعات تنموية في المحافظات، بالتحديد في المراكز وفي القرى اللي غابت عنها التنمية لفترات طويلة. عشان كده حياة كريمة اشتغلت في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في كل المجالات، من أول ما ابتدت رصف الطرق وبناء المدارس وتوصل الصرف الصحي، لغاية ما وصلت للمشروعات الثقافية والمشروعات الإنتاجية اللي بتساعد الناس على إنهم يقدروا يعملوا مشروعات متناهية الصغر أو مشروعات حرفية بتساعدهم إنهم توفر حياة كريمة ليهم. أعتقد أن احنا على مدار الحلقة هنتكلم عن حاجات كتير في هذه السياق أو في هذا السياق. خلينا نصبح الناس، صباح الخير عليكم، صباح الخير يا مصر.